أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من المساء اليمني لهذا اليوم. الأوضاع الإنسانية في العاصمة صنعاء المغيبة تحت سطوة الميليشيا والانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بتعز هما محورا حلقتنا لهذا المساء. أرحب بداية بضيفي هنا بالأستوديو والناشط السياسي صلاح الباشا. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء النور، حياكم الله معنا في المساء اليمني لهذا اليوم الذي سنناقش فيه في فقرتنا الأولى موضوع تعز والتقدم الذي حصل اليوم. أفاقت مدينة تعز اليوم على سلسلة من الانتصارات والتقدمات الميدانية على العديد من الجبهات، كان أبرزها في القصر الجمهوري والأمن الخاص وجبهة الضباب التي تقدمت فيها المقاومة بهدف كسر الحصار على المدينة والذي يخنقها منذ شهور. حصار خانق من كل سبل الحياة بما فيها المواد الأساسية والإنسانية، مما اضطر بعض الناشطين إلى تهريب كمية من الأدوية على ظهور الحمير إلى داخل تعز لإنقاذ المستشفيات وتزويدها بالدواء الضروري. تأتي إنجازات المقاومة اليوم فيما لا يزال القصف العشوائي للميليشيا متواصل على الأماكن السكنية والمدنية، وكأن الميليشيا كلما تلقت ضربات موجعة في جبهات القتال انتقمت من المواطنين المدنيين. أعزائنا المشاهدين، سيكون هذا هو محورنا الأول لنقاشنا لهذا اليوم. سينضم إلينا أيضا عبر الهاتف العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، والأستاذ عبدو حمود الصغير قائد المحور الغربي في المقاومة بتعز. ولكن اسمحوا لنا بداية أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء حوارنا. منذ ساعات الصباح الباكر اشتدت المعارك بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني وبين ميليشيا الحوثي والمخلوع في عدة جبهات بمدينة تعز. ففي جبهة الضباب غرب المدينة تقدمت المقاومة وسيطرت على 13 موقعا كانت تحت سيطرة الميليشيا، وصولا إلى الربيعي باتجاه الخط الرابط بين تعز والمخا حسب ما أفادت مصادر عسكرية في الجبهة. وفي الجبهة الشرقية اقتحمت المقاومة عددا من أسوار القصر الجمهوري فيما انسحبت تكتيكيا عقب الاقتحام، وذلك بعد شن الميليشيا قصفا هو الأعنف على القصر ومحيطه من التباب المطلة عليه من عدة اتجاهات. السلال التحرير سوفيتيل. نحن الآن احنا منيف على داخل أسوار القصر الجمهوري، داخل القصر العسكري. حيا أبوك، حيا أبوك. وفي الجبهة ذاتها أعلن المجلس العسكري أن وحدات عسكرية وأفراد المقاومة تمكنوا من السيطرة على أجزاء واسعة من معسكر القوات الخاصة، أحد أهم معاقل الميليشيا. وفي مقابل ذلك ما زالت قذائف الميليشيا تستهدف الأحياء والمناطق السكنية، وتعرض مستشفى الثورة لعدد من القذائف مما أدى إلى إعلان توقف قسم حمى الضنك عن استقبال الحالات إلى حين توقف القصف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأجدد ترحيبي بك أستاذ صلاح. بداية، هذه التطورات الميدانية التي تتقدم فيها المقاومة والتي لاحظناها اليوم، كيف يمكن أن تؤثر على الخارطة العسكرية للمدينة؟ في البداية شكرا على الاستضافة. ثانيا نهنئ شباب المقاومة على هذه الانتصارات، ونرفع تهانينا لهم ولقيادة وأفرادا، ونترحم على الشهداء الأبرار الذين سقطوا من بداية هذه المعركة الوطنية إلى اليوم. ما يحصل في تعز الآن من انتصارات متتالية للمقاومة هو حصيلة متوقعة ونتيجة حتمية لمعركة عادلة يخوضوها ضد قوى الرجعية والتخلف. هناك الشباب المتحمس الآن الذي ذهب اليوم رغم مخالفة أو موضوع خطة تحرير تعز. الجرائم التي حدثت في الأيام الماضية من القصف العشوائي بصواريخ الكاتيوشا على الأحياء السكنية خلقت حافز إضافي لدى هؤلاء الشباب، وتقدموا بدون تنسيق سواء من قوى التحالف أو من قوى أخرى، وتقدموا بشجاعة منقطعة النظير تسبقهم أمانيهم بيمن جميل ومستقبل خالي من المجرمين والسفاحين. ذهبوا يضحون بأنفسهم من أجل أن تبقى تعز وتبقى اليمن بشكل عام خالية من هؤلاء الذين يقصفون الأحياء السكنية بصواريخ الكاتيوشا
دون أن تأخذهم، سواء من الناحية الإنسانية أو من الناحية أن هؤلاء يمنيين ويقصفون أخوانهم بصواريخ الكاتيوشا. هذه الانتصارات المتتالية هي تراكمية إلى أن يتم الانتصار الأخير بالقضاء على هذه العصابة نهائيا، ليس في تعز فقط وإنما في صنعاء ووكرها في صعدة. إذن للمزيد على أو للمزيد من التفاصيل حول هذه التقدمات ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبدو حمود الصغير، قائد المحور الغربي في المقاومة بتعز. مساء الخير أستاذ عبدو. مساء الخير لك ضيوفك الكرام. واليوم المقاومة في تعز برهنت الكثير من الانتصارات في جميع ميادينها. طبعا نبارك لكم هذه الانتصارات أستاذ عبدو، ونود منك أن تطلعنا على أبرز يعني الأحداث التي حدثت اليوم في الجبهة، ونحن الآن طبعا نستمع إلى صوت الرصاص والمدافع. بفضل من الله عز وجل تقدمت المقاومة الشعبية معززة بأفراد من الجيش الوطني باتجاه معسكر القوة الخاصة، واستولت على جزء من هذا المعسكر. تقدمت أيضا باتجاه القصر الجمهوري ودخلت بالفعل محيط القصر الجمهوري، ونتيجة للضغط الشديد من قبل الأسلحة الكثيفة التي قامت بها هذه العصابة بالضرب الكثيف على القصر الجمهوري وعلى الأمن المركزي، حصل نوع من الانسحاب التكتيكي إلى محيط القصر. أما في الأمن المركزي فالشباب متواجدون الآن في جزء من الأمن المركزي وفي محيط الأمن المركزي من ناحية كلابة. فيما يخص جبهة الضباب، الإخوة تقدموا هناك في الجبهة في اتجاه منطقة الضباب وصولا إلى أسفل نقطة الحدائق الصالح. تجرع العدو اليوم مرارة كبيرة جدا وقتلى وجرحى كثير، تدمير في كثير من آلياته. اليوم المقاومة الشعبية في كل الجبهات يعني تتحرك على مستوى جميع الجبهات، وما تسمعيه الآن من هذا الضرب الكثيف. نحن الآن في الجبهة الغربية وفي المحور الغربي لدينا ضغط شديد في الدبابات ومدافع الهون والكاتيوشا، يضربوا على مواقع المقاومة في هذه الأماكن. بفضل من الله عز وجل المقاومة صامدة، والمقاومة اليوم بخططها الجاهزة لفتح الحصار وفك الحصار عن مدينة تعز عبر محوري الضباب ومحوري المقهى. يعني هل تم هدف كبير؟ نعم استاذ عبدو، يعني في المواقع التي سقطت في جهه الضباب هل هي كفيله بفك الحصار عن تعز؟ ليست هي مقدمه لفتح الحصار عن تعز. كم سقطت تقريبا مواقع؟ يعني في الاخبار يتداول ان هناك 13 موقعا، هل هذا صحيح؟ ايوه تقريبا 13 موقع، ونحن الان بانتظار سقوط قد يسقط الليله موقع حدائق الصالح. فاذا سقط هذا الموقع سيكون في تقدم للجبهه الغربيه الجنوبيه بقياده الجيش الوطني والمحور الغربي في المدينه المقاومه الشعبيه للالتحام معا وفتح هذا الطريق الرئيسي الشريان الرئيسي لفك الحصار عن تعز. نحن خططنا جاهزه، امورنا مرتبه جاهزه لفتح هذا الحصار، ننتظر بعض الترتيبات وبعض الامكانيات لفك الحصار في هذا الجانب. طيب استاذ عبدو، يعني كما تحدثت ان هناك ضغط شديد عليكم بالمدافع والكاتيوشا من التباب المطله يعني عليكم، كيف تتعاملون معها خاصه يعني ونحن نعلم ان لا يوجد لديكم اسلحه ثقيله تستطيعون المواجهه بها؟ والله نحن الان نتعامل مع هذه الأماكن وفق إمكانياتنا المتواضعة، وأيضا بما تقدمه قوة التحالف عبر الطيران والقصف لهذه المواقع. لا شك أن قوة التحالف لها دور كبير في هذا الجانب، هي تغنينا عن كثير من المقاومة في بالنسبة لهذه الأسلحة وتدق كثير من هذه الأسلحة، وفي الأيام الماضية كان لها دور كبير في هذا الجانب. نعم. نحن أيضا نتولى ونقوم بدورنا في هذا الجانب عبر الأسلحة المتواضعة معنا والأسلحة الموجودة معنا. طيب هناك أنباء عن أن المقاومة استطاعت أن تسيطر على جزء من معسكر الأمن المركزي، هل تقدمتم أم تراجعتم أو كيف هو الوضع بالضبط؟ صحيح، المقاومة تقدمت في جزء من القوات الخاصة ومحيط القصر الجمهوري، ونظرا لكثافة النيران المتوافدة على هذه الأماكن ما زلنا نسيطر على جزء من القوات الخاصة، لكن في قطاع القصر الجمهوري هناك تواجد حول محيط القصر، واصبح القصر الجمهوري الان خط تمام
ما بينه وبين هذه العصابة المتمردة المجرمة. طيب يعني أستاذ عبدو، أنت تتحدث أنكم مسنودين بطيران التحالف، هل هذا الدعم من جهة طيران التحالف كفيل بأن يصلكم إلى أهدافكم وإلى تحقيق نجاحات أكثر؟ يعني هل تجدون أن هذا المساعدة أو المعونات أو الغطاء إن صح للقول الذي تقدمه الطائرات هو يعني أفضل مما كان عليه من قبل في هذه الفترة؟ لا شك أن القوة التحالف عبر الطيران لها دور إيجابي ورائع. هذا الدور لابد أن يتكلل بوجود قوات أخرى مثل المدرعات، الدبابات، أيضا الطائرة الأباسي، لأنه الملاحظ الآن أن الطائرة تقصف مواقع معينة وأماكن معينة، لكن هناك على الأرض انتشار كثيف لترسانة غير عادية، لترسانة أسلحة سواء عبر الأسلحة المتوسطة أو الثقيلة في أماكن مختلفة. نعم. لا نستطيع الوصول إليها ولا يستطيع قوة التحالف أيضا التعرف على هذه الأماكن. نعم. طيب سؤال أخير أستاذ عبدو، يعني معروف على ميليشيا الحوثي أنه كلما خسرت مواقع تشدد أو تزداد حماقتها وضربها على السكان المدنيين، هل ما زال القصف مستمر على وسط المدينة حيث المدنيين؟ الآن هم يقوموا بضرب كثيف على كثير من المواقع وأيضا أطراف المدينة، وتصل بعض القذائف إلى الأماكن تواجد المدنيين والسكن المدني. نعم. لكن في الوقت الحاضر الآن التبادل مستمر ما بينه وبين هذه العصابة بالأسلحة في مواقع التماس، وهم يقصفوا بالدبابات والمدافع الهاوزر من أكثر من اتجاه ومدافع الهاوزر. لا نعم. شك أن هذا سيؤثر على المدنيين بشكل أو بآخر، لكن بعمل الله عز وجل نقول لإخواننا لأبائنا لأمهاتنا في تعز، فرج الله قريب والنصر قادم بإذن الله، وتعز تنكسر أو تركع لا لحوثي ولا العفاش ما مكان بإذنه تعالى. شكرا لك أستاذ عبدو حمود الصغير، قائد المحور الغربي في المقاومة بتعز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الميدان من تعز. عود إليك أستاذ صلاح، كيف يمكن أن نفسر عمليات التحالف التي تهدأ وتنزوي كثيرا في الفترة السابقة والآن ربما عادت إلى ربما المساندة الكبيرة كما تحدث معنا الأستاذ عبدو في تخطي هذه المشكلة؟ يعني بالتأكيد أنت تابعت الأحداث فيما سبق وتابعت الوعود الكثيرة التي كانت تتحدث أن تعز ستلي عدن، تعز هي المرحلة القادمة، ولكن تأخر هذا الأمر كثيرا، هل تتوقع أنه حان وقت تعز في مخططات التحالف؟ معركة إعادة الشرعية للجمهورية اليمنية وتخليصها من أيدي عملاء فارس هي معركة متكاملة منذ انطلاقها إلى الآن. بالضبط أنا لا أدري ماذا يدور في غرف عمليات التحالف، لكن الشيء الذي بدأنا نلمسه وبدأ المقاومين يلمسونه في تعز، هناك تحرك جدي وإدراك مدى أهمية معركة تعز على مستوى المعركة الكبرى وعلى مستوى معركة المنطقة العربية في مواجهة تحالف إيران مع بعض الدول في تدمير البنية الاجتماعية قبل أن تدمر البنية التحتية للمجتمع العربي. التحالف الآن بدأ وهذه خطوة متأخرة، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. نعم. طيب أستاذ صلاح، يعني عفوا صلاح، كيف تفسر يعني إصرار الحوثي وصالح أيضا على الحصار الذي تفرضه على المدنيين الموجودين؟ يعني رغم أحاديث كثير من المنظمات، رغم الإعلام الذي يعني يتحدث كثيرا عن هذه البشاعة في حصار المدنيين سواء من الماء أو الدواء أو حتى المواد الغذائية ومصادرة أي شيء ممكن أن يدخل إلى المدينة، كيف يعني ما هو الهدف من إضعاف المدنيين بهذا الشكل وإذلالهم؟ هي هؤلاء يحملون في قلوبهم حقد كبير جدا على اليمنيين بشكل عام وعلى محافظة تعز بشكل خاص. تعز كانت فيها الرافد الأساسي للجمهورية اليمنية في التعليم، الرافد الأساسي للجمهورية اليمنية في ككادر اقتصادي. هؤلاء لهم أحقاد متراكمة من 2011 ضد أبناء تعز، يحاولون أن يفرغوها اليوم عبر صواريخ الكاتيوشا. أيضا هم الآن مستميتين لتحسين موقفهم التفاوضي
هم على إدراك كبير أن تعز سيخسروها اليوم قبل غدا، إلا أنهم يحاولون الاستماتة من أجل تحسين موقفهم التفاوضي الذي يسعون إليه عبر وسائل أخرى، في سواء في مجلس الأمن أو عبر الضغط عن طريق روسيا، من أجل مستقبل سياسي معين. هم أصبحوا يدركون أن معركتهم الحربية أو معركتهم بالسلاح انتهت، وأن لا أمل لعودتهم كحكام على مستوى الجمهورية اليمنية، وإنما يريدون ضمان مستقبل سياسي ولو بجزء بسيط. نعم. إذا اسمح لنا أستاذ صلاح أن ينضم إلينا أيضا العميد الركن سمير الحاج الناطق الرسمي للقوات المسلحة. مساء الخير أستاذ سيادة العميد سمير. مساء النور أختي العزيزة. سيادة العميد، كيف تقرأ هذه الانتصارات التي تسجلها المقاومة على الميدان في تعز بالذات؟ والله أنا أقرأها من الناحية العسكرية. نعم. أن هناك يعني بفضل الله تعالى، أولا طبعا الانتصار لا زال جزئي وليس كامل، وبإذن الله تعالى نحن ننشد انتصار كبير يفك هذه الغمة عن هذه المدينة وهذا الحصار الخانق وهذا الصمت والعربدة التي يعني أصبح يعاني منها أبناء تعز ولا يرون من ينصرهم في الخارج. أقصد يعني الانتصار هذا طبعا له عدة دلائل، أولها ربما أنه هناك يعني إلى حد ما تنظيم وترتيب بين المقاومة والجيش الوطني والحاضنة الشعبية. أيضا الأمر الثاني الاسناد الجوي الجيد من قوات التحالف. الأمر الثالث ربما الشعور بالضيم الداخلي وانسداد الأفق لدى المقاومين والجيش، لأنه خاصة بعد الحديث حول المسائل السياسية والتي ربما يعني جعلت من قضية حصار تعز عبارة عن يعني هامشي وليس أساسي للموضوع. إذن يعني برأيك أستاذ سيادة العميد، يعني كيف ينظر أو تنظر الشرعية إلى مثل هذه الانتصارات؟ طبعا الجميع يعرف أن ما تحققه المقاومة والجيش الوطني على الميدان يؤثر بشكل أو بآخر على المواقف السياسية. هو بلا شك يعني أي موقف على الميدان، وهو الآن الحوثي وصالح يحاول على الميدان أن يوجد ثغرة أو يكسر حاجز هنا أو هناك لكي ينتصر في تعز، محاولة لإقلاق الأمن في عدن، محاولة للدخول إلى بعض النقاط الضعيفة في لحجة أو في أبين، كل هذه عبارة عن محاولات لكي يحسن موقف تفاوضي تقريبا يرفضه كل اليمنيين يعني حتى. لكن دعنا نقول أن السياسيين لهم يعني مشوارهم الذي يعملوا فيه، ولكن الجيش والمقاومة ربما يكون لها رأي آخر على الأرض، فهذا سيؤثر تأثير كبير فعلا على أي موقف تفاوضي قادم. لكن أعتقد أن الجيش والمقاومة يعني هذه يمكن آخر اعتبار يمكن أن يعني يضعوه في بالهم أثناء حركتهم وتقدمهم نحو فك حصار محافظة تعز. طيب سيادة العميد، يعني ربما تحدث الكثير عن الصمت الذي يعني يقولون أنه خذل تعز كثيرا بعد كل الوعود، وكما تحدثت أنت، هل يعني يمكن لنا قراءة الموقف الآن بأن تعز هي المرحلة القادمة فعلا؟ أنا دعيني أؤكد لك يا أختي العزيزة، وليس من باب التخمين، ولكن أؤكد لك تماما بأنه إذا لم تحسب معركة تعز، وقد أكدته مرارا في قناتكم الكريمة، أعتقد أنه لن تأمن محافظة الجنوب ولن نكسر شوكة الحوثيين في صنعاء. تعز الحاضنة الشعبية، تعز رافد الثورة والقوة وإدارة المعركة ضد الظلم ضد الاضطهاد ضد العنصرية والعصبية، مشروع الدولة، مرتكز رئيسي للبلد بشكل عام، عمق البلد من ناحية سكانية، أضف إلى ذلك هي بوصلة الربط بين كل محافظة الجمهورية. أعتقد هذه المسائل كلها يعني تجعل من مسألة يعني الاعتقاد بأن تعز هي معركة اليوم أصبح واقع.
نعم، إذن بالتأكيد هذا هو أمل جميع اليمنيين سيادة العميد بالانتصار وتحقيق الشرعية الحقيقية لهذه البلد. شكرا جزيلا لك العميد الركن سمير الحاج الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. عودة إليك أستاذ صلاح، يعني تحدثنا في ما قبل تواصلنا بالعميد عن الحصار الذي يفرض على المدنيين، وشاهدنا يعني كيف يعني من خلال التقرير كيف أنه سربت كثير من المواد الإغاثية على ظهور الحمير، يعني تخفيا لأجل ألا تصادر مثل هذه المواد. في حال ما يعني كسرت جبهة الضباب واستعيدت، هل تتوقع أن يكون هناك تحرك دولي فاعل لإنقاذ المدنيين، أم أن الأمر سيصبح كما كانت يعني مفتوحة لهم طريق من قبل عدن ولم يحدث أي تطور؟ التعويل الأساسي والكبير هو على أبناء محافظة تعز وعلى أبناء المقاومة بدرجة أساسية. أبناء المقاومة الذين قاموا بشق الطرقات جديدة تربط تعز إلى عدن من أجل إيصال بعض المواد الأساسية كالأدوية والأغذية، هذه المقاومة التي تشق الطرقات في أثناء المواجهات والمعارك هي التي نعول عليها في فك الحصار عن تعز وفي إمداد المستشفيات والمواطنين باحتياجاتهم الأساسية. هؤلاء الذين يحاصرون تعز الآن ومنعوا عنها الماء في سابقة خطيرة لم تشهدها اليمن ولم تشهدها الحروب اليمنية على مدى الزمن، وهو دليل واضح على ما كنا نقول أن هؤلاء عصابة قادمون من كهوف الجهل والتخلف والرجعية واللا إنسانية. أن تمنع على عن مدينة يسكنها ملايين البشر المياه والمواد الغذائية والأدوية الطبية، هذه والله جريمة فوق أن يتصورها أحد، ولكن لا غرابة أن تأتي من هؤلاء. الآن ما تقوم به المقاومة وما يقوم به الصمود أيضا، الصمود المجتمعي الصمود الشعبي في محافظة تعز أمام هذا القصف العشوائي وأمام هذه الانتهاكات الجسيمة، لا زلنا نرى التكافل الاجتماعي في محافظة تعز، لا زلنا نرى المبادرات الشبابية في محافظة تعز في توزيع المواد الغذائية في إقامة المستشفيات. وهذا في الأخير يعني ما يمكن أن يقدم، أقل ما يمكن أن يقدم، وخاصة يعني من قبل هؤلاء الشباب مواقف جدا رائعة منهم ومبادرة كما تحدث في ظل صمت الجميع. نجد الشباب هم من يقفون داعمين لأهاليهم في تعز، وهذا ما نتمناه بالتأكيد أن يفك الحصار. اسمح لنا أستاذ صلاح أن نأخذ هذا الفاصل ثم نعود لحوارنا والفقرة الثانية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم للحديث عن صنعاء وما يدور فيها من وجع اقتصادي ومعيشي ربما لم يعد يطاق. في هذه الفقرة، صنعاء قلب اليمن السياسي وجرحها المدفون بملح الميليشيا ورماد صواريخ التحالف. فبعد سيطرة الحوثيين وقوات صالح على أغلب المؤسسات في الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، كانت صنعاء أرض المعارك الأولى التي خاضت فيها الميليشيا غزواتها للنهب والسلب والارتزاق، بالإضافة إلى حملة الاختطافات التي سعت الميليشيا إلى تكبيل وإلجام كل الأصوات المنددة بجرائمها. فإذا كانت تعز هي أكثر المدن تعرضا للحصار والدمار، فإن صنعاء عاصمة اليمنيين مدينة تعاني بصمت وخوف جراء هيمنة الميليشيا عليها. يعيش أبناء صنعاء معاناة شتى، فإلى جانب الانتهاكات التي تطال أبنائها من الميليشيا والضربات الصاروخية للتحالف، يعاني السكان من انعدام وارتفاع مخيف لأسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، ما دفع بالمواطنين نتيجة لذلك لاتباع الطرق التقليدية في تحضير الأطعمة وطهيها، وهي تقطيع الأشجار والطهي بحطبها. ارتفعت أسعار المياه أيضا نتيجة انعدام الديزل. مشاهدينا الكرام، السوق السوداء وما خلفته من في حياة اليمنيين وأبناء صعدة خصوصا صنعاء عفوا خصوصا من معاناة هي محور فقرتنا هذا اليوم. سيكون معنا عبر الهاتف الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي والصحفي أحمد فوزي والناشط السياسي يحيى الثلاية، هذا بالتأكيد مع ضيفي أيضا هنا في الاستوديو صلاح باشا، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. احنا نشتي هذه المطالب، نشتي الماء ونشتي الغاز ونشتي مع المواد الإغاثية التي بتغسل لكل منطقة. بلغ سيل الزباد،
وخرجت نسوة المدينة طاربات بأيديهن من عوز الحاجة وعسر الحال. في صنعاء المدينة المسكونة بالرعب اليومي خرجت نساؤها حاملات مواقدهن العتيقة غير مباليات بتهديد الميليشيا أو ضربات التحالف، فقد أصبح هناك ما هو أشد وطأة من القتل والسجن، إنه الجوع والحصار. رجعنا على عصر الإمام جعلان، وكيف هذا الموقد؟ لا حقية، إحنا شعب عايش. حياة قاسية يكابدها سكان العاصمة ومعظم المدن اليمنية، تنعدم فيها المقومات الأساسية للحياة، فلا وجود للغاز المنزلي، لا كهرباء، لا بنزين، ولا مواد غذائية. بعد أن فرضت الميليشيا على الشعب اليمني نمط الحياة البدائية التي كان يعيشها الأجداد في عهد الإمامة، انتقاد سياسة الميليشيا أو التظاهر ضدها أو ممارسة أي عمل مدني يخالف مزاجها القمعي أصبح أمرا نادرا، فالميليشيا تواجه منتقدي سياستها بحملات قمعية، حيث تقوم بمداهمات واعتقالات لناشطين وسياسيين. منذ سيطرة الميليشيا على البلاد وانهيار مؤسسات الدولة، انتعشت تجارة السوق السوداء وانتعش تجار الفساد، ولم يكن ذلك بغريب على ميليشيا أدمنت الفيد واستثمرت الحرب كتجارة مربحة. لكن ما لم يكن في الحسبان أن تتسع دائرة السوق السوداء لتلتهم مؤسسات الدولة ويصبح لها تشريعها وقانونها. يصل النفط لصنعاء بأسعاره الرسمية المعروفة 3000 ريال لصفيحة البنزين 20 لترا، لكنه أصبح يباع في المحطات بسعر جديد يفوق 3 أضعاف سعره الرسمي. الدبة الغاز كان نعبيها ب1500، اليوم ب4500. اشترينا هذا البترول ب3000 ريال، يعني مضطري كم للغاز، اشترينا هذا ب3000 ريال نمشي. أصبحت اليمن سوقا سوداء كبيرة، كل شيء فيها بيد الميليشيا وتحت إدارتها، وهي المتحكمة بكل شيء، وأصبح قادة الميليشيا ملوك النفط الجدد في اليمن. وبينما تجني الميليشيا أرباحا خيالية، يستنزف المواطن ما تبقى من صبره وقوته الذي يدفعه مكرها بكثير من الأسى تحت مسمى الصبر الاستراتيجي. إذا نعود إليكم مشاهدينا الكرام بعد مشاهدة هذا التقرير. شاهدت معنا أستاذ صلاح إلى أي مدى وصل بالناس ضائقة الحياة، خرجت النسوة يحملن معهن مواقد التي يعني استخدمناها بديلا عن الغاز وأدوات الطبخ الحديثة. كيف تقرأ المشهد الراهن لصنعاء سياسيا وميدانيا بعد كل هذه الأحداث؟ في البداية أشكركم أن لفتتم الانتباه إلى صنعاء. صنعاء منذ فترة طويلة تعاني ومغيبة إعلاميا، مغيبة طبعا لأن العصابات الحوثيين وصالح جعلتها مدينة مغلقة عن الإعلام، طردت جميع القنوات التلفزيونية وطردت منظمات الحقوقية والإنسانية والمراسلين، واعتقلت الناشطين الذين يحاولون أن يغطوها بشكل شخصي، فأصبحت مدينة مغلقة يمارسون فيها القبح الذي يمارسونه في بقية المحافظات. الآن حاجات المواطن الأساسية أصبحت في أيديهم، يتحكمون بها كما يريدون، وهي سياسة معروفة متوارثة عن الأئمة بالتجويع حتى يظل المواطن تابع ذليل لهم. المشكلة ليس فقط التجويع أستاذ صلاح، يعني هناك تخويف، يعني أنا أجوعكم وأخيفكم في نفس الوقت، لا يستطيع أحد أن يقول أنا أشعر بالغبن، أنا أشعر أنا مظلوم، أنا مضطهد. نعم، هذا ما يمارسه وأيضا ما نلمسه في عملية الاعتقالات والاختطافات التي تتم لبعض الشباب. نعم. والذين يخرجون بقصص مرعبة مما يدار ومما يمارس عليهم في السجون. هذه حالة العصابة البوليسية التي تتحكم بجميع الأشياء في صنعاء، في حقك في الكلام، حقك في الحرية عن التعبير برأيك، وحقك عن العيش بسلام أو العيش بكرامة في توفر مواد غذائية ومواد الاحتياجات الإنسانية. الضغط الذي يمارس على صنعاء الآن هو الضغط الخائف المترقب، الحاكم الخائف المترقب الذي ينظر للجميع بشك، ولو كان كما يعتقد وكما يسوق أن لديه حاضنة اجتماعية في صنعاء ما مارس هذا التعسف والقمع، هو مترقب وخائف مما سيحدث في صنعاء، فتشاهدينه يمارس جميع هذه الأساليب القمعية وأساليب التخويف والترويع، هو يتوجس خيفة ورعبا من أبناء وسكان صنعاء. لاحظنا أيضا أستاذ صلاح أنه في كلما يعني حصلت مظاهرة لناشطين لمطالب بسيطة حقوقية
حقيقية إنسانية، يتم يعني فض هذه المظاهرات بعنف غير مسبوق، هناك أيضا اختطافات يعني لانتماءات سياسية لمجرد الشك بالاسم، لمجرد يعني نسمع قصص أنه يعني كان فقط يمشي في الشارع وخطف وألبس تهمة بكل بساطة. هل هذه السياسة يعني تتوقع أن تجدي نفعا أو تجعل الناس يظلون في خوف، أم مثل ما شاهدنا هؤلاء النسوة يعني سينكسر طوق الخوف مهما استبد الحاكم؟ طبعا هي ممارسات، عندما نتحدث عن عصابة تدير دولة فلا بد أن تكون هذه هي ممارساتها على مستوى الحياة اليومية. هم أيضا يريدون أن على ثقهم أنهم زائلون على صنعاء وهم راحلون عن صنعاء، هم يحاولون خلق حالة من التوتر الشديد ستنفجر لاحقا أمام من ستؤول إليه الأمور في صنعاء، حالة الاقتصاد المتدهور ونهب المال العام وحصر والسيطرة على احتياجات الناس الغذائية، كبت الحريات، هذه أشياء لابد أن في النهاية لابد أن تؤدي إلى الانفجار. ولإدراكهم بأنهم مغادرون عن صنعاء ومغادرون عن اليمن مهما حاولوا أن يمارسوا، هم يحاولون أن يجعلوا هذه الأوضاع تنفجر في أمام من ستؤول إليه الأمور في صنعاء. طيب اسمح لنا أستاذ صلاح أن ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض يحيى أسولايا الناشط السياسي. مساء الخير أستاذ يحيى. مساء النور أختي أسيا. أستاذ يحيى، يعني برأيك توقف أو كل هذا الضغط النفسي والحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي والذي يعيشه اليمنيون من توقف للمدارس، توقف أيضا لأغلب الوظائف، تسريح الكثير من الموظفين في القطاعات الخاصة، ارتفاع لسعر الدولار، أيضا السوق السوداء التي التهمت كل شيء، يعني هل كل هذه الأمور كيف يمكن أن تشكل ضغطا على المواطنين؟ أولا مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناتكم الأعزاء. لا يخفاك أن اليمن بأكملها وصلت إلى طريق غير مسدود وغير مسبوق في تاريخها. اليوم بمناسبة الحديث عن صنعاء وما حولها، صنعاء تعيش سجنا كبيرا تحولت فيه الميليشيات إلى سجان كبير، بينما أبنائها وسكانها وسكان المحافظة المجاورة يعيشون بين مشردين وبين معتقلين في هذه السجون. اليوم الاعتقالات في صنعاء تتم بالشبهة وبدون شبهة، يعني بمجرد المكايدة مع عقل الحارة أو مع جارك أو ما الوشاية في أبسط صورها ممكن أن تقتادك إلى السجون. اليوم صنعاء عادة من الميليشيات الحوثية تحولت إلى سوق كبير لبيع الحطب نتيجة انعدام الغاز والمشتقات النفطية. الكهرباء من أكثر من حوالي عام لم تزور صنعاء ولم يعد أهلها يفكرون إلا بأن يحصلوا على 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 الطعام من خلال الحطب. الغاز المنزلي أو غاز إعداد الطعام منعدم من السوق، تصل قيمته إلى الآلاف. هناك أزمة في صنعاء إنسانية في أقسى وابها أو أقبح صورها، وما أتت التظاهرة التي نفذتها نساء من مديرية آزال في العاصمة صنعاء إلا تعبير عن الوضع الإنساني المأساوي الذي بلغت إليه الأمور هناك، إضافة إلى الوضع السياسي المسدود وبالغ الانسداد في صنعاء، حيث قامت الميليشيات باحتكار كل شيء، باحتكار معالم الحياة، باحتكار مؤسسات الدولة، أوقفت تلاقي الموظفين. الوضع اليوم في صنعاء على وشك الانفجار. طيب هذا الانفجار أستاذ يحيى، هل يمكن أن نعتبر يعني ما مطالبات النسوة التي خرجن هو شرارة لبدء التحرك؟ يعني كل هذه الضغوط ألن تجعل من الوضع الساخن بهذا الشكل والمأزوم أن ينفجر في لحظة ما؟ بالتأكيد الوضع مرشح لكل الاحتمالات وأسوأها على الإطلاق. لا يمكن أن يكون الصبر إلا ما لا نهاية. للصبر نفاد في أي مرحلة من المراحل، ولدى أي نفس حين يصل الأمر إلى قوت الناس وطعامهم اليومي. كان الناس قد استبشروا خيرا بالانتصارات التي حققتها قوات المقاومة والجيش الوطني الذي تشكل في الجنوب والوسط وفي الشرق، وما زالوا منتظرين إحداث باركة أمل ليجعل المواطنون في هذه المحافظات المدهورة
إلى جانبهم ولينتفعوا جميعا في سياق تحرير الوطن اليمني كاملا إن شاء الله. نعم. طيب أستاذ يعني يحيى، اليوم يصل الدولار إلى 260 ريال، ومع ذلك يعني نقلت إلينا شهادات أن هناك يعني مداهمات غير عادية لمحلات الصرافة، وكأن يعني صاحب محل الصرافة هو من يقوم بهذا الرفع. يعني السكوت على انحدار الوضع وسوءه إلى هذا الحد بهذه العقلية التي تدار بها البلد حاليا، هل يمكن أن تخرج الميليشيا البلد ومن يقعون تحت رحمتها إلى طريق؟ للأسف الشديد لم تتحمل سلطات العصابة الميليشيوية التي تحكم صنعاء أي مسؤولية أخلاقية أو قانونية تجاه أبناء شعبنا. الدولار ما زال مستمرا في الارتفاع، المواد الأساسية والسلع مستمرة في الانعدام، لم يبالوا، ما يزالوا يراهنون، ما يزالوا يدفعوا بالبلاد قدما في مضمار الحرب، لم يتحملوا أي مسؤولية سياسية ولا قانونية ولا أخلاقية تجاه الشعب اليمني، لم يتنازلوا عن أي شيء، رغم أنهم يخسرون كل يوم أكثر، إلا أنهم لم يبالوا ولم يرغبوا في أنفسهم مصيرا أن تتحول البلاد إلى سوق سوداء. هم قيادة هذه الميليشيات أنفسها هم من يتاجروا بها، سواء النفط سواء الغاز سواء الدولار، قيادة هذه الميليشيات هم من يتاجرونها بقوة المواطن وبحياته، على سواء في سوق الحطب أو في سوق الغاز أو في سوق البترول أو في سوق الدولار. إذن شكرا لك أستاذ يحيى سلاية الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ صلاح، يعني كيف يمكن، أنت تحدثت قبل الاتصال أن هناك ميليشيا تدير هذه الدولة، أو في ظل وجود الميليشيا وغياب الدولة، لو تحدثنا بصورة معكوسة يعني شبه الدولة التي كانت معنا، المؤسسات التي كانت توجد، هل يمكن أن يكون الوضع بهذا السوء لو كانت فعلا هناك دولة هي من تقوم بحكم المسائل الاقتصادية؟ لا، أكيد لا. الدولة دائما تستعين بخبراء وتبني أمورها الاقتصادية على خطط استراتيجية، حتى لو كان هناك فساد مالي أو إداري فإنه يظل في حدود معينة، لكن في ظل حكم العصابة التي جاءت بثقافة النهب فقط، هؤلاء عندما جاءوا عينوا في كل وزارة في كل مدرسة في كل وحدة إدارية صغيرة كبيرة مشرف أصبح هو الكل في الكل ويديرها بطريقة عشوائية جدا جدا. رأيناهم تصرف لهم الملايين مقابل أشياء غير معروفة من مال الدولة ومن قوة المواطن الأساسي، رأيناهم ينهبون معدات وسيارات الدولة، رأيناهم يوزعون المناصب كما يوزعوا كأنها غنائم معينة، وننتظر من هؤلاء أن يصعدوا بنا القمر. هؤلاء سيأخذون إلى الحضيض، هؤلاء الذين جاءوا ولم يستطيعوا أن يطبعوا للطالب كتاب بينما يستطيعون أن يطبعون كتبهم الطائفية وملازمهم الداعية إلى الفتنة، بينما الطالب الذي يبحث عن العلم لا يستطيع أن يجد الكتاب في المدرسة. ماذا ننتظر منهم؟ هؤلاء الذين جاءوا حتى أن المسألة أصبحت معكوسة، كان الطلاب في الريف يأتون إلى المدينة صنعاء لكي يتعلموا بشكل أفضل، الآن العكس، أعرف كثير من الناس أعادوا أولادهم إلى الأرياف حتى لا تفوتهم يعني أو لا يفوتهم عام دراسي. وكانت عملية هروب من بطش الميليشيا. بالنسبة لصنعاء، صنعاء تعاني الأمرين فعلا كغيرها من المحافظات، صنعاء تعاني القمع والاضطهاد والذي تمارسه العصابة على الأرض، والخوف أيضا، وتعاني الخوف والرعب من قصف الطيران، تعاني في على مستوى الشارع، على مستوى أن تواجه شخص يحمل البندق لا يدرك معنى وقيمة أن يكون الذي أمامه مواطن، ويتعاملون بسخرية تامة وبإزدراء كبير وبإهانة كبيرة للمواطنين اليمنيين وكأنهم هؤلاء ليسوا مواطنين يمنيين. صنعاء نعم ستنفجر، ونخشى أن يكون هذا الانفجار على بعد أن يرحل الحوثي، وهذا ما يحاول أن يصنعه، ويحاول أن يجعل منها قنبلة موقوتة، ما أن يغادرها
حتى تنفجر. يعني هناك من يتحدث عن استنزاف الموازنة العامة للدولة بشكل، هو لم يعد هناك موازنة حقيقية وإنما الاحتياطي الذي هو أيضا دعم من السعودية، ربما لو سحبت في أي لحظة لانهارت العملة تماما. يعني هذه الفوضى التي تقوم بخلقها هذه الميليشيا، ألا تفكر يعني، أو هي يعني هكذا ربما ترسم الصورة، أنا يعني أهم ما تريد الوصول إليه هو التقدم وبلع مساحات جديدة من محافظات الجمهورية. يعني حين تنفذ هذه الموازنة كيف يمكن أن تتصرف من ناحية صرف المرتبات، من ناحية مع العلم يعني هناك استقطاعات غير عادية لهذه المرتبات، هناك توقف لكثير من الموظفين، يعني إيقاف الرواتب، ولكن اسمح لي أن أسمع منك الإجابة عند هذه النقطة بعد أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الجماعي وهو صحفي اقتصادي. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا يا مساء الأنوار أستاذ محمد. يعني الوضع للأسف في صنعاء يزداد سوءا، الوضع الاقتصادي بالذات والمناطق أيضا التي تسيطر عليها الميليشيا، ولكن كان من المتعارف أن صنعاء هي مدينة حيوية بامتياز، مدينة تتوفر فيها أغلب الاحتياجات الدوائية والصحية والاقتصادية أيضا، وهناك أنباء عن إفلاس أو شوك إفلاس الخزينة العامة، وخاصة في ظل استقطاع من رواتب الموظفين. كيف تقرأ الوضع بشكل عام؟ هو في الحقيقة الوضع في صنعاء الاقتصادي بالذات، كان هناك بن همام يدير الأمور يعني بصورة توافقية. نعم. يعني كان يحافظ على نستطيع أن نقول المجموع العام للاقتصاد اليمني، يوفر الأموال هنا ويوفرها هناك، ينقلها من محافظة إلى أخرى، يوصل الأموال والمرتبات في وقتها إلى المحافظات، يستطيع أن يأخذ. يعني هناك كان شبه إجماع منذ غادر صنعاء بن همام، تدهورت الأمور إلى حد كبير، لم يكن الحوثيون يدركون فداحة الخطوات التي اتخذوها من قرار التعويم إلى القرارات التي تليها حتى اليوم. وهو الأمر الذي جعل بن همام يغادر ويخرج من صنعاء لهذا السبب. ربما كان أبرز المسائل التي ظهرت هو تغير في سعر الدولار، أليس كذلك؟ ليس الدولار فقط. الدولار طبعا يعني هو يحمل ما وراه. نعم، لكن هذا الموضوع شاهدناه في صنعاء فقط وبعض المناطق التي يديرها الحوثيون، ارتفاع سعر الدولار. بدأت الأمور يعني سعر الدولار يختلف من محافظة إلى أخرى الآن؟ نعم، ويختلف من صراف إلى آخر، ويختلف يعني هناك في صنعاء لا يوجد صراف يستطيع أن يصرف دولار واحد إذا كانت الحوالات بالدولار أو شراء عملة صعبة إلا بسوق سوداء، لكن في بقية المحافظات إذا كانت لدى مواطن من المواطنين حوالة أو مبلغ مالي ممكن أن يستلمه بالدولار وبكل سهولة. صحيح أن هذه البنوك ستواجه أو هي الآن فعلا تواجه يعني شحة في العملة الصعبة، وما جعلها ترفع السعر سعر الدولار إلى مستوى ما هو عليه الوضع في صنعاء، لكن الأمر يختلف. في صنعاء لا يوجد دولار واحد في السوق إلا سوق سوداء، وفي السوق في بقيه المحافظات يتواجد بشكل كبير. نعم، طيب استاذ محمد، يعني كم تتوقع ان يصمد او ان المركز المالي للبلد قد يصمد في ظل هذه الاداره السيئه للميليشيا؟ لن اكون متفائلا اكثر مما وضعه او حدده بحاح شخصيا عندما قال ان المركز المالي للبلد لا يمكن أن يصمد أكثر من 6 أشهر. كان هذا قبل شهرين عندما يعني نقص المخزون الاحتياطي النقدي إلى يعني مليار أو تريليون ومئة مليون دولار في البنك المركزي، يعني نقص 6 مرات عما كان عليه الوضع في بداية هذه الأزمة. لذلك لا أعتقد أن هناك إسعافات سريعة جدا لإنقاذ المركز المالي إلا إذا كانت هناك معجزة اقتصادية. نعم، طيب شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الجماعي، كنت معنا في هذه الفقرة من المساء اليمني، شكرا جزيلا لك. عودة إليك أستاذ صلاح، كنت سألتك على موضوع هذه سوء الإدارة وطلبت منك الإجابة بعد الاتصال. طبعا العائدة التي تعود على السلطة الحالية
سلطة العصابة هي ما زالت عائدة ضخمة، سواء من الضرائب، سواء من تحويلات المغتربين التي زادت عن ما كانت عليه بسبب الظروف الداخلية. أصبح المغترب يرسل بمقدار أكبر وتأتيهم أموال طائلة، لكن الحصل أن هؤلاء مجموعة من اللصوص استولوا على المال العام. الآن كل واحد منهم ما أن تصل يده إلى مبلغ معين من المال العام يحاول أن يتخذها فرصة سانحة للنهب والسلب، قد لا تسمح له بعد عودة الدولة. فتراهم يتسابقون ويتنافسون على المناصب المعينة وعلى المال العام من أجل نهبه. والمواطن أصبح نلمس وشاهدنا ثراء مفاجئ لبعض الشخصيات التي اقتربت من هذه العصابة في هذه الفترة. فهم كما عبثوا، إذا هم يعبثون الآن بالروح وبالدم اليمني، هل ستمنعهم وطنية أم أخلاقا أم أي شيء من العبث بالمال العام؟ هذا كلام لا يمكن أن نصدقه عن هذه العصابة. صحيح. إذن شكرا لك أستاذ صلاح باشا الناشط السياسي، كنت معنا في المساء اليمني. كما كان يفترض أن يكون معنا أيضا العميد ركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35، وكذلك أحمد فوزي الصحفي من صنعاء، ولكن للأسف نتيجة لسوء الاتصالات تعذر الوصول إليهم. الشكر الجزيل لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.